إنه يوم 9 من آيار تاريخ ذكرى انتصار روسيا على النازية في الحرب العالمية الثانية، وروسيا تقيم استعراضا عسكريا ضخم بهذه المناسبة، وساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو مكان الحدث. هنا يدخل وزير الدفاع الروسي سيرغيو شايغو لأخذ أمر بدء الاستعراض العسكري من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعندها تبدأ روسيا باستعراض قدرتها العسكرية أمام العالم أجمع في زمن كورونا. الرئيس الروسي يطالع حركة أسلحة بلاده، إذ إن الاستعراض شهد الكشف عن حجم الترسانة الروسية التي يبدو من خلالها ستنطلق لغة الحوار بين روسيا والدول التي تشن تصعيدا كبير على الكرملين في الآونة الأخيرة. بوتين وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين دعا خصومه إلى استخلاص العبر من التاريخ قبل انتهاج أي نهج نازي جديد في التعامل مع روسيا، مبينا أن بلاده ستستمر بحماية مصالحها القومية. يتطلب التاريخ استخلاص النتائج وتعلم الدروس، ولكن لسوء الحظ فأن النازيين المهووسين بنظرية تفردهم الوهمية يحاولون مرة أخرى أن يجدوا لنفسهم مكانا كجميع أنواع المتطرفين والإرهابيين الدوليين، وروسيا ستستمر بحماية مصالحها بقوة جيشها. الرسائل العسكرية التي أبرقتها موسكو إلى واشنطن وأوروبا مفادها أن العقوبات المستمرة التي تفرض عليها لم تعطي أكلها حتى الآن، إذ أن المعطيات تشير إلى أن حجم الضرر الذي لحق بتلك الدول في زمن كورونا أكبر من الذي حل بروسيا، وهنا يعكس مدى تطور روسيا في السنوات الأخيرة الماضية. كما أن سياسة بوتين لا زالت تحظى بتأييد شعبي، فالروس هنا يقولون أن روسيا التي هزمت هتلر آنذاك ستهزم كافة العقوبات المفروضة عليها في هذه المرحلة. الشعب الروسي يعي جيدا الحرب الاقتصادية التي تحاول واشنطن وحلفائها فرضها علينا، لكن هذا الأمر لن ينجح به، فاليوم نحن نسير في تطور مستمر. اليوم نرى محاولات جديدة من أوروبا لتجويع شعبنا كالتي عاشتها لينينغراد، لكن التاريخ أثبت أن روسيا لن تخضع لأي ضغوطات خارجية، ونحن فخورون بقواتنا العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن القدرة العسكرية الروسية في السنوات الأخيرة باتت تصنف في طلاع الدول، كما أن حجم الصواريخ الجديدة التي دخلت إلى الخدمة العسكرية الروسية تجعل الكرملين في مقدمة سباق التسلح الجاري مع واشنطن، وأن الأسلحة الفرط الصوتية الروسية تجعل أيضا كفة روسيا الأرجح في هذا السباق ناهيك عن قدراتها النووية الهائلة. إذن رسائل متعددة تطلقها روسيا من خلال الاستعراض العسكري، وتؤكد بأنها ماضية في تطوير ترسانتها العسكرية، كما أن هذا الاستعراض يأتي في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة أسوأ مراحلها. من الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، محمد عماد، قناة العهد الفضائية.